مشاهدة المسلسلات والمسابقات التي يبثها شياطين الإنس الذين يختبئون طوال السنة ولا يخرجون إلا في شهر رمضان. وبعض الناس يضيع هذا الوقت الفاضل، يضيع هذه الأزمان الفاضلة في مشاهدة هذه المنكرات. وهؤلاء الشياطين الذين يختبئون طوال هذه السنة ولا يخرجون إلا في رمضان، والله لا يريدون بكم خيرا، سواء كانت هذه مسلسلات ماجنة أو مسلسلات تتسمى باسم الإسلام والدين، فكلها محرمة وكلها منكرة. ولا يغركم زخرف قولهم. وإلا أين هم طوال هذه السنة؟ لا يخرجون إلا في هذا الوقت الفاضل، فهذا يدل على أنهم يريدون بكم شرا، والله لا يريدون بكم خيرا. وإن تسموا بأسماء إسلامية، وإن بثت هذه المسلسلات قنوات تتسمى أنها محافظة، فلو كانت محافظة لالتزمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن ننبه عليه أن التساهل في هذا الأمر عندما مثلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن تجرأوا على من هم أعلى من أصحاب رسول الله. مثلوا أنبياء الله، نزه الله أنبياء الله عن هؤلاء وعما يفعله هؤلاء الجهال، بل هم أصحاب هوى وليسوا جهالا، فالحق واضح. فالآن يمثلون من؟ يمثلون عيسى عليه السلام، يمثلون مريم، ويقولون العذراء. فهل العذراء ترضى أن تمثل؟ عذراء ترضى أن تمثل ويشاهدها ملايين الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء، أن ينتقم لأوليائه، وأن ينتقم لأنبيائه من عمل هؤلاء. والله ثم والله، لو أن واحدا من هؤلاء مثلت أمة أو أخته لرفع عليك الشكاوي في المحاكم. ولكن عندما تمثل مريم أو يمثل أنبياء الله فلا تجد أحدا يحرك ساكنا. فيا عباد الله، عليكم في هذا الشهر الفضيل باغتنام أوقاتكم في طاعة الله وفي قراءة القرآن، وإياكم عن هؤلاء الذين يصدونكم عن سبيل الله.